السلام عليكم. في موقع اسمه AEC Forward.AI بيستخدم الذكاء الصناعي Artificial Intelligence في الـ AEC Architecture Engineering and Construction Industry، وبيستخدم الذكاء الصناعي في ان هو يعمل له كاربون بوتس وخصوصا في الستركشر، وبيشتغل مع الجراس هوبر زي ما نشوف مع بعض دلوقتي، فبيساعدك في التصميم ويساعدك في عمل حاجة صديقة للبيئة. خلينا نشوف الابس اللي هو الكول بوت، بتقول له انا عايز ان انا اجرب الكول بوت، هو بيستخدم الجينيريتيف ديزاين بحيث اللي يتحكم لك في الكربون، تمام، يعني لما هنغير في السايز او كذا يبدأ يقول لك هل الكربون هنا في السليم ولا في اي مشكله، وفي اوبشن تقدر تعدل بسهوله، اول ما تعدل بيجيب لك بقى الاوتبوت هيبقى عامل ازاي، بيقول لك في اوبشن 1 اوبشن 2 اوبشن 3، ده في الويت في الكوست في السايز في الكربون. الجميل ان الكلام ده اوبن سورس، فتقدر انت تحمل الملف وتقدر انت تعيد البرمجه بتاعته زي ما انت عايز. تقدر تشوف البرمجه بتاعته لانه محطوط على الجيت هاب اهوت، وبيتعامل هو مع الاكسل مع الراينو مع البايثون، دي الملفات اللي تقدر انت تحملها، تقدر تشوف الكود، تقدر تشوف ملفات البي دي اف، تقدر انت تحملهم تقول له داونلود زي ما انت عايز.